المعروف عن الإعلامي سواء مذيع أو مذيعة أنه بيكون محافظ على ثباته قدام الشاشة، لكن وارد أنه ينساق لمشاعره وتتغير صورته، وده اللي حصل معك. بكيتي على الشاشة عشان طفل، يعني فاكرة الموقف ده؟ طبعا، يعني بكيت على الشاشة كتير طبعا. بس كان طفل، يعني دي المرة الوحيدة؟ مش المرة الوحيدة، للأسف يعني عندي مشكلة بأن أنا يعني قلبي ضعيف شوية، يعني أو زي ما بيقولوا دماتي قريبة، يعني فبتخني دموعي بسرعة، يعني وجودي في وسط الظروف صعبة كتيرة بنزل فيها، زي ما بيقولي كده يعني قلبي مجمدش، لا هو القلب يعني بيضعف، ويمكن برجع أقول في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرزق عباده بلين القلب، دي نعمة، هي نعمة وفي نفس الوقت برضو البني آدم بيتعب بيها جدا. وقت ما مروان كلمني، الطفل اللي كلمني على الهوا، كان فاجئني بأن هو قال لي أن هو نفسه يتعلم، هو مريض وكان عنده يعني كل امنياته في الحياه ان هو يرجع يروح المدرسه تاني، هو عنده ضمور في العضلات فساكن في الدور السابع، ومامته كلمتني قالت ان احنا محتاجين بس حد يعني يشوف لنا شقه دور ارضي علشان تقدر يعني ابنها يقدر ينزل او تشيله، لان ما بتقدرش تشيله الدور السابع وهي مريضه ووالده مريض. كلمه مروان في ان هو قال لي والنبي يا طنط، يعني كانت صعبه قوي، انا نفسي اتعلم. هي يعني أبكتني وأبكت الناس، ولكن بفضل الله ربنا يعني رزقنا برزقه وقدرنا ان احنا يعني من خلال الناس الجميلة اللي دايما مشاهديننا اللي بيحبوا يتعاونوا معنا، برضو مش كلهم مؤثر. عشان حسيتي ان انت يعني تقدري تلبي احتياج طفل، ولا علشان أبكتني لان في طفل بيننا، يعني بصي دايما زي بقول انا دايما يعني اسال ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نساب عليهم ولا نحاسب عليهم، ففي طفل مننا ابننا او حد مننا بيتوسل اليكي بيقول لك، يعني هو قال لي لفظا والنبي يا طنط، والنبي يعني قالها بنوع من التوسل ان انا نفسي اتعلم، هو حقوقه او من يعني حقه من ابجديات حقوقه ان هو يتعلم وان هو يتعالج وان هو ياكل وان هو يشرب وان هو يلبس ويعيش حياه ادميه، فطبعا احتياجه فقط ان هو يتعلم، الكلمه نفسها كانت اكيد ليها وقع صعب عليا، واحساس الولد كان بيقول لي انا راضي، يعني هو مريض وعنده كذا وقال لي انا راضي، وقال لي انا بحبك قوي يا طنط ما تعيطيش، فكان كلامه مؤثر جدا، يعني طفل في السن ده وبيتكلم كده، فاحساس صعب برضو، يعني ربنا يعافي كل اولادنا يا رب. امين.